أنا الحر والحي فيكم ودونكم، وإن قتلني الهوى في هواكم، أنا الحر والحي فيكم ودونكم، وإن كنت مت وأنا أنعاكم، أنا الحر والحي فيكم ودونكم، ما دامت أحرفي تغازل الدمع في مآقيكم. يعني نقضيو من العطارة هذم كل شيء ناخذوه من هنا في لي برودوي. يقعد يقرا شنو اللي باش يمشي معايا بالضبط، كيما اي راجل يهز حاجه مارت. هذه لهنا الشباك اللي نتاع الدار اللي كنا نسكنوا فيه، كان يحل لهنا، كنا ننشروا الحوايج غاد. فوالا هذه هي. بديت ما كل مره خدمه، كل مره الحاجات ما تمشيش هكا. بعد ولا رجع قاضيك بحذا دارهم، حاول يقف مع خاطر يحب هذا البلاد، وهذيك يموت عليها، معناها وين تربى وين عاش يموت عليها، يحب الصغار اللي غادي ما يعيشوش الحاجات اللي عاشهم هو. شكون الجيران اللي هيك؟ لا لا باي، كنت ايش اسمك؟ جينا بنت شكون؟ لنا تخيلي سهيل والنظام سهيل، باهي بعد رزق على وجهي، ايجا غندي انتي راوي انزل، ايجا راوي. قلت لك انا ماني ما خديتش بكالوريا، كان الأمنية متاعي والهاجس متاعي معناها كوني وليدي هي اللي نجيبهم كل ياخذوا البكالوريا. وفعلا تحققت الأمنية، كلهم أخذوا البكالوريا. لذلك كما قلت لك هو الوسطاني في ولادي، قدامه زوز ولاد وطفلة وبعده زوز ولاد وطفلة. ولد 13 نوفمبر 85، تحس دخل في السنة الأولى هو الأول في القسم حتى البكالوريا. مرة في المكتبة لقيت ورقة فيها شعر نتاع نسخالها أولاد نتاعينا، كيف لقيتها قلت له خليتها لهم أنا باش ربما يعرفش مولاها ولا شكون، كيما أنت قال لي لا 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 بابا نتاعينا هذاك شنو، قلت له تكتب الشعر، قال لي لا 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 خواطر وبر. فقت به اللي هو شعر ولا الواحد، كان الواحد الحق ما نكذبش عليك ما نجمش ندخل هنا تو، حاولت باش ندخل ما نجمتش. أول واحد من قلت لك أنا أول واحد شوف ولتو الصورة ما تنحش مخي في الليل في النهار، وين تفكروا الصورة هذه كتجي في مخي. وعرف انت خاصة الواحد كبده مش براني منش شفت عاد مغادي غادي ولا حاجة. أنا نون بعد التكوين، نقمة لن ألبسها ولو كانت آخر أثوابي، أتعرى منها وليكن ثوبي طيبة قد قتلها العمى فيكم. ضاد ظلت أنايا بحثا عن نفسي، والنفس انقطع غما بين أيديكم. ألف حرف أو رقم أو مد يسند الهمزة إن أسقطت عمدا من أعاليكم. لام لا تزال قائبة، ليت اللوائح تطهرت عن أساميكم. ليه عاد؟ هذا تقرير السنوي تاع الانتحار ومحاولات الانتحار في تونس في سنة 2015. 2011 حالات الانتحار ومحاولات الانتحار أو التهديد بالانتحار تفاقمت، خلطنا للبيك في 2016-2017. توا اللي سجلنا فيهم 800 مثلا في 2016 سجلنا 857 حالة انتحار. بعد الثورة تفاقمت مشاكل الشباب، على خاطر كي جات الثورة الناس كل مشينا
بلوتوبي فرحنا، قلنا العالم باش يتبدل. خلطنا اللي من بعد حتى 2013 2014 الناس بدات تفهم، والشباب بدا يفهم اللي كيشدوا المسنين وشدوا كبار العمر ماهوش عارف الشاب وين بلاصتو في مجتمعنا وفي اقتصادنا، يحس روحه ما عندوش بلاصه. خممت شنو نفتقروها كجهه، وجهته هو اللي تولد فيها واللي ترعرع فيها واصله، ما مفتقرين المستوصف، اقرب مستوصف لينا يبعد اكثر من 6 كيلومتر، اكثر من 6000 متر. ولذا انا حبيت عندي النيه وان شاء الله ربي يقدرني باش نخصص قطعه ارض اللي لازمه لبناء مستوصف تخليدا له، باش حتى اللي كيف يقولوا مستوصف نضال يقولوا الله يرحم، قولوا نذكر اسمه ولا حقولوا الرحم. عسلامة الناس الكل، احنا اليوم موجودين لهنا باش تكريما لروح نضال الغريب الله يرحمه. احنا اليوم لهنا باش نعملوا قراءات في اللي كتبوا من الشعر والمقالات نتاعو الكل. يزيد الدم يزيد في الهم، يزيد اكتب من الجرح اللي لاقي ولا يزيخ النار الفن. بعد برشا وقت استوعبت معناها اوروزمون ما ماتش كيما اي عبد، خلا برشا حاجات دونك ما يموتوش للافكار، الافكار ديما موجوده. عظيم عظيم جدا. انا الغريب فيكم ودونكم، انا غريب بياء الملكيه ينتسب، امتهنت اسمي وحين اشتد عودي اتهموني بي، وكان الحكم سجنا تجريدي من نوني، خرجت طليقا نبذني الناس بعدما احبوني، فكان الحكم مضاعفا وحتى ياء حرموني، فصرت ضالا غريبا أياء انقياء المدامع هلا احتضنتموني. شكر شعريان شكر شعريان شكر شعريان. لا يا خير، اليوم تعبت. تعبت انت اليوم؟ مازلت ما عملت شيء. ارمي بوس الخال. اي جيجا بوس جيجا بوس جيجا بوس. ادخل. صحيح. نعم. على خير.